أهلاً بكل أصحابي في الرحلة السعيدة وأصحابي اللي معايا النهاردة. والنهاردة يا أصحابي هنحكي حكاية جديدة من حكايات ماما سماح. حكايتنا النهاردة هروح فيها المكان مش كتير من أصحابي يعرفوه أو زاروه، بس مش هروح لوحدنا، هروح مع حبيبة وأميرة. حبيبة وأميرة بنتين أصحاب في نفس الفصل وكمان ساكنين في نفس الحي. هما الاتنين كانوا دايماً سوا. أميرة شاطرة بتلعب رياضة، بتلعب موسيقى، وحبيبة نفس الحكاية، وكمان حبيبة بتقرأ وبتعزف موسيقى. لكن من أول ما أميرة بقى معاها الموبايل ما بقتش زي زمان مع حبيبة. المدرسة أعلنت عن رحلة لمحمية طبيعية، وده المكان اللي أنا قلت لكم هروح مكان جديد. يعني إيه محمية؟ يعني في كتير من الطيور أو الزواحف. الزواحف دي اللي هي زي التعابين وزي السلاحف وزي الحاجات اللي بتمشي كده على الأرض بتزحف، بنقول عليها زواحف. لما بنلاقيهم عددهم قل قوي وعايزين إن إحنا نحافظ عليهم بنحطهم في مكان نحميهم، عشان كده اسمها محمية، نحميهم ونحافظ عليهم. والمكان ده ممكن يبقى في الصحراء في حتة بعيدة، وممكن نروح نزورهم نتفرج عليهم. المدرسة أعلنت عن الرحلة وكل البنات بقوا فرحانين إنهم هيشوفوا مكان جديد ومكان غريب عمرهم ما فكروا إن هم يزوروه. يعني إحنا كتير بنروح نزور مثلاً جنينة الحيوانات. في حد فينا راح جنينة الحيوانات؟ أنا بنتبسط وبنشوف الحيوانات في قفصها، لكن المحمية دي بتبقى حاجة في مكان بعيد قوي، صعب إن إحنا نروح لوحدنا. بدأوا كل البنات في الفصل يستعدوا للرحلة، وكل واحدة تشوف إيه اللي ممكن تاخده معاها في الرحلة. إحنا لما بنيجي بقى رايحين رحلة، إيه الحاجات؟ أول حاجات بنقول لأ لازم ده يبقى معانا في الرحلة. إيه أول حاجة؟ إيه؟ المية، الماء. أيوة، المية والطعام والمية. جميل. إيه كمان؟ والمناديل. حبيبة بقى عملت زيك وحطت كل الحاجات دي، بس كمان حطت حاجات تانية. تعالوا كده نشوف إيه اللي حطيته حبيبة في الشنطة. تحبوا تعرفوا إيه اللي حطيته حبيبة في شنطتها وهي رايحة الرحلة؟ أيوة. حبيبة بتحب تعزف موسيقى وبتاخد دروس في العزف على الموسيقى، فحطت معاها الآلة اللي هي بتحب تعزف عليها، وقالت الطريق للمحمية اللي احنا رايحينها في الصحراء هيبقى طويل، فممكن أعزف في الأتوبيس على الآلة بتاعتي، وممكن أصحابي وممكن المدرسين اللي معانا يتبسطوا من صوت الموسيقى. إحنا لو قاعدين في أتوبيس أو في عربية ورايحين رحلة، مش نحب كده والطريق نتسلى نسمع موسيقى مثلاً؟ أيوة. بتسلينا كده وبتخلي كده الوقت يمر بسرعة؟ فعلاً حبيبة برضو فكرت في كده. تاني حاجة بقى أخدتها حبيبة بقى يا أصحابي ومهمة جداً، إنها جابت كتاب عن الطيور والحيوانات عشان تعرف المكان اللي هي رايحاه، الطيور والحيوانات اللي فيه أساميهم إيه؟ طباعهم إيه؟ بيعيشوا إزاي؟ بياكلوا إيه؟ مهم قوي لو جينا رايحين رحلة لمكان إن إحنا نقرأ كويس قوي عن المكان ده، عشان لما نروح يبقى عندنا فكرة المكان ده اتبنى إمتى؟ إيه اللي حصل فيه؟ إيه الحاجات اللي بتميزه عن الأماكن التانية؟ وده اللي عملته حبيبة. طول الطريق بقى في الأتوبيس كانت شوية تقرأ وشوية إيه تعزف على الموسيقى وشوية تاكل، مفيش مانع شوية برضو كده تريح شوية كده. لكن تفتكروا أميرة طول الطريق بقى كانت بتعمل إيه؟ قاعدة بتعمل إيه أميرة؟ قاعدة على الموبايل، قاعدة تبص في الموبايل، مش شايفة أي حاجة حواليها. مهم كمان يا أصحابي لما نيجي رايحين رحلة نتفرج على الطريق من شباك الأتوبيس أو العربية، نشوف الطريق فيه إيه، لأن دي حاجة مسلية جداً. طول الطريق بنعدي على أماكن زراعية، بنعدي على صحراء، بنعدي على مناطق يمكن ما تجيش الفرصة إن إحنا نشوفها تاني، عشان بعد كده نفتكر المناظر دي. ولما نرجع من الرحلة يا ريت نكتب كل حاجة شفناها في الرحلة، لأن دي ذكريات جميلة ممكن بعد شوية نرجع لها ونفتكر اليوم ده كان جميل إزاي ومر إزاي. اتفقنا؟ اتفقنا. أول ما وصلت الرحلة والأتوبيس لحد المكان اللي هم رايحينه للمحمية، مس رحاب المدرسة بتاعتهم نزلت من الأتوبيس وجمعت البنات وقالت لهم أنا معايا صفارة، أول ما هصفر كلكم تيجوا عندي هنا عشان محدش فيكم يبعد عن المكان المسموح اللي إحنا هنتحرك فيه. في أماكن خطر خلوا بالكم، محدش يمشي لوحده أبداً. مظبوط الكلام ده؟ مظبوط. لما نروح رحلة لازم كويس قوي نسمع كلام المشرفين اللي معانا اللي يقولوه لازم نلتزم بيه، لأن هم في النهاية عايزين مصلحتنا. كلهم قالوا حاضر يا مس رحاب، إحنا كلنا هنلتزم بالتعليمات. بدأوا بقى يتفرجوا على الحيوانات اللي موجودة في الصحراء. احنا عارفين أكتر حيوان بتشوفه في الصحراء هو إيه بقى؟ جمل. الجمل ده
دايما بنشوفه في الصحراء، حتى لو احنا مسافرين في مكان بنعدي على صحراء ساعات نلاقي جمال واقفه لوحدها كده. ايوه برضو في حاجات كتير جدا، زواحف كتير في الصحراء، في غزلان ساعات بتبقى موجوده في الصحراء. المكان كان الحقيقه جميل وجديد ومبهر. يعني ايه مبهر؟ يعني خلينا كده بنتفرج واحنا مستغربين مبسوطين. حبيبه عماله تتفرج وتقرا في الكتاب وتشوف بقى ده كان مكتوب كذا على الجمل، صحيح اهو، ده كان مكتوب كذا على التعبان، ده كان مكتوب. يعني قاعده تتفرج على الصور اللي في الكتاب وتشوف الصور دي بقى على الحقيقه لما ايه تشوف الحيوانات على الطبيعه. فجاه قالت الله، اميره فين؟ فين اميره؟ اميره مش لاقيينها. راحت فين اميره؟ تنده عليها، يا اميره يا اميره، محدش بيرد. يا اميره، الله، أميرة راحت فين وإزاي مشيت لوحدها؟ إزاي ما سمعتش كلام مسرحاب؟ قالت محدش يتحرك لوحده. طب أعمل إيه دلوقتي؟ قلقانة على صاحبتها وعايزة تنقذها، بس في الوقت نفسه مش عارفة تصرف إزاي. عارفين عملت إيه؟ إزاي بقى هتقدر تعرف حبيبة راحت فين؟ هما كلهم واقفين في مكان واحد بيتحركوا فيه. بدأت تبص لبعيد شوية عن المكان ده وتبص الآثار للأقدام على الرملة، لأن إحنا ما بنمشي في الرملة بيبقى الأثر بتاع القدم بتاعنا محفور في الرملة. أيوة. فبدأت كده إيه تبعد شوية عن المكان اللي هما فيه، فضلت تمشي تمشي تمشي، وفجأة من بعيد لقت كده إيه خيال حد، عرفت إنه مين ده؟ أميرة. يا أميرة، جريت 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 بسرعة، لقت أميرة ماشية حاطة إيه في ودانها؟ السماعة، عشان كده مش سامعة أي حاجة خالص. مسرحات تصفر في الصفارة وهي مش هنا خالص. ايه يا أميرة ده؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ قلت لها ايه؟ انا عملت ايه؟ قلت لها انت مش سامعة؟ قلت لها لا مش سامعة، هو في ايه؟ قلت لها في ايه؟ انت بعدتي خالص خالص خالص، ودلوقتي يعني كلهم هيبقوا قلقانين ومش عارفين انت روحتي فين، وانا كمان دلوقتي بقيت معاكي ومش هنعرف نرجع لوحدنا، هنعمل ايه؟ طب وده كلام، هي اتصرفت صح ولا غلط؟ صح. هي اتصرفت صح، انا عايزة تدور على صاحبتها، بس في الوقت نفسه ممكن مسرحات تزعل منها. هم واقفين كده بيتكلموا يا أصحابي، وفجأة لقوا مين بيقرب منهم؟ تعبان. يا خبر، إيه ده؟ تعبان. أميرة قالت لها الحقي الحقي أميرة، بصي مين بيقرب مننا. أميرة بسرعة قالت لها بس، وراحت نازلة على الأرض وجايبة من على الأرض إيه؟ زلطتين، وراحت خبطهم في بعض جامد جامد قوي، طلعوا شرارة من إيه؟ من النار. فجأة لقوا التعبان ده بيجري بيهرب بيهرب ويبعد عنهم. أميرة قالت لها إيه ده؟ إيه اللي أنت عملتيه ده؟ قالت لها قريت في كتاب وشفت فيلم عن الإنسان الأول اللي هو الإنسان في العصر القديم قوي، واكتشاف النار، وإزاي النار دي لما اكتشفها الإنسان الأول قدر بقى كده يعمل الطعام بتاعه، وقدر إن هو يكتشف حاجات كتير بعد ما اكتشف النار، لأن النار دي كان الاكتشاف الأول اللي الإنسان الأول في الطبيعة قدر يوصل له لما خبط حجرين في بعض. ياه، طب انت عرفتي بقى يا حبيبه المعلومات دي كلها منين؟ قالت لها قريت في كتاب عن الاكتشافات، اول اكتشافات صنعت الحضاره زمان، وكمان اتفرجت على افلام علميه كتير انا بحب اشوفها عشان اتعلم معلومات تفيدني في حياتي. قالت لها والله برافو عليكي، انا مش عارفه من غير ما انت كنت خدتي الزلطتين دول كنا هنعمل ايه. شويه نسيت أميرة بقى اللي حصل ومسكت الموبايل، قالت لها تعالي تعالي أفرجك، أنا حطيت نغمات كتيرة قوي 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 على الموبايل بتاعي. بصي، داست أميرة على زرار في الموبايل عمل صوت الخروف. صوت الخروف كان عالي قوي، لأن الصحراء احنا عارفين الصوت فيها بيبقى الصدى بتاع الصوت. صوت الخروف كان عالي، فجأة لقوا مين بيجري عليهم؟ الديب. افتكروا خروف حقيقي وجاي بسرعه عشان ياكله. قلت لها الحقي، احنا خلصنا من التعبان، جالنا الديب. ايه ده حبيبه؟ قلت لها بس هاتي الموبايل بسرعه. حبيبه داست على الموبايل على نغمه ايه؟ نباح الكلب. الديب اول ما سمع صوت نباح الكلب عمل ايه؟ طلع يجري. قلت لها الله، ايه اللي حصل يا حبيبه؟ انت عارفه كل حاجه، عرفتي منين الحاجات دي؟ قالت لها عرفت كل الحاجات دي، وفتحت كده شنطتها من الكتاب ده. الكتاب ده فيه معلومات عن الطيور والحيوانات وازاي احنا نحمي نفسنا لو في اي موقف لقينا نفسنا في خطر، كمان بيورينا ايه الحاجات الصغيره اللي ممكن نعملها، اللي لو حيوان هاجمنا ممكن ندافع عن نفسنا من غير ما نمسك سلاح ولا من غير ما ناذي نفسنا او ناذيه.
فعرفت إن الذئب بيخاف من صوت الكلب وبيخاف من الكلب، فصوت الكلب اداله إحساس إن في كلب هنا موجود في المكان. يا خبر، يا حبيبة، ده أنت شاطرة قوي، كل ده عرفتيه منين؟ قالت لها من الكتب اللي بقراها ومن الأفلام اللي بتفرج عليها. طيب حلوة قوي، الحمد لله، بس دلوقتي في مشكلة كبيرة جدا يا أصحابي. هي هيرجعوا إزاي؟ على أثار الأقدام. هيرجعوا إزاي؟ وإزاي هيعرفوا المكان اللي كانوا فيه؟ على أثار الأقدام. على أثار الأقدام ممكن يشوفوا. والمدرسة عايزة تروح لهم. مس رحاب دلوقتي بدأت تقلق وتصفر، دلوقتي كانت بنت واحدة ضايعة وبقوا بنتين. سكتت كده حبيبة وقالت لأميرة أنا عندي فكرة، بس الفكرة دي يا رب يا رب يا رب بتنجح وربنا يساعدنا. عارفين عملت إيه؟ طلعت من الشنطة الآلة الموسيقية اللي كانت بتعزف عليها طول الرحلة، وعزفت نفس اللحن اللي كانت بتعزفه، وقعدت تقول يا رب يا رب الريح توصل صوتي لحد ما تسمعه ميس رحاب وتعرف إحنا فين، يا رب يا رب. قعدت تعزف قعدت تعزف قعدت تعزف، وفجأة الصوت الريح وصلته واحدة 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 لحد فين؟ ميس رحاب. الله، ميس رحاب والبنات واقفين سامعين يا بنات؟ قالوا لها اه يا ميس سامعين. قالت لهم ايه ده؟ قالوا لها ده الصوت اللي كانت بتعزفه حبيبة طول الطريق واحنا ماشيين في الرحلة. هو فعلا. طب يلا بسرعة كده، ايه واحدة واحدة نمشي ورا نغمات الصوت اللي جاية لنا من الريح. ايوه سامعين الصوت يا بنات؟ طول ما هي ماشية قالوا لها سامعين يا ميس، سامعين يا بنات، سامعين يا ميس. واحدة 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 لحد ما وصلوا فين؟ لأميرة وحبيبة. عند حبيبة وأميرة. الحمد لله الحمد لله، ميس رحاب عرفت تلاقينا، بس زمانها زعلانة قوي دلوقتي مننا. ميس رحاب قالت ليه كده؟ ده الكلام اللي اتفقنا عليه؟ ده الكلام يا أميرة اللي احنا اتفقنا عليه؟ احنا قلنا ايه؟ أميرة قالت لها أنا أسفة، أنا أسفة جدا. وانت يا حبيبة ازاي تمشي من غير ما تقولي انك هتمشي؟ قالت لها أنا أسفة، بس لما ما لقيتش أميرة ما فكرتش غير في حاجة واحدة، أن أنا أدور على صاحبتي وأنقذها. ميس رحاب قالت خلاص أنا هسامحكم، وفي الوقت نفسه أنا مبسوطة جدا من حبيبة لأنها فكرت بذكاء. أميرة هنا قالت كلمة غريبة قوي، قالت أنا كنت فاكرة أن الموبايل بتاعي بيسموه الهاتف الذكي، لكن الحقيقة الهاتف ما كانش ذكي لأنه ما أنقذنيش، لا أنقذني من التعبان ولا أنقذني من إيه كمان؟ من الديب، ولا خلاني أعرف أوصل لمكان ميس رحاب والبنات. ميس رحاب قالت لها يا ولاد كلمة مهمة جداً، قالت لها الموبايل فعلاً هاتف ذكي، لكن أنت مش بتستعمليه بذكاء. يعني إيه تستعمليه بذكاء؟ يعني الموبايل اللي في إيدنا ده ممكن نقرأ عليه كتب، صح؟ ممكن نسمع عليه موسيقى، صح؟ ممكن نتفرج على أفلام علمية على الموبايل، صح؟ كل الحاجات اللي موجودة في الكتب ممكن نلاقيها فين؟ الموبايل. لكن إن إحنا طول الوقت نستخدم الموبايل بس في اللعب، ونحن نقعد نسمع موسيقى وأغاني وشات وألعاب، يبقى الموبايل كده ذكي؟ لا أبداً. كل الحاجات اللي حبيبة قريتها في الكتب موجودة في الموبايل، بس أنت يا أميرة اللي ما فكرتيش أبداً إنك تستعمليه في الحاجات المفيدة. أميرة فعلاً قالت معاكي حق يا ميس رحاب، أنا عرفت إن أنا طول الوقت ده ما كنتش عارفة أستخدم الموبايل بذكاء، وبعد كده فعلاً هقسم الوقت إن أنا أقرأ شوية عليه وإن أنا أشوف أفلام عليه وأحاول أبقى زي حبيبة وأتعلم موسيقى، لأن النهاردة كمان اكتشفت أهمية الموسيقى، لولا الموسيقى ما كناش عرفنا نوصل لكم أو أنتوا عرفتوا توصلوا. يا سلام، رحلة ومغامرة مثيرة جداً النهاردة عشنا معاها مع حبيبة وأميرة وسر الحقيبة. عايز أعرف بقى من أصحابي إيه اللي عجبنا في قصة النهاردة ومغامرة النهاردة؟ الحبيبة ذكية وأنقذت صاحبتها. إيه أحلى حاجة عملتها حبيبة النهاردة بقى في القصة والمغامرة بتاعتنا دي؟ إيه أكتر تصرف عملته عجبكم؟ إن هي أنقذت صاحبتها. برافو، إنها أنقذت صاحبتها. زمرت علشان ميس رحاب تجيلها. بالظبط، إنها عرفت في الوقت المناسب تلاقي حل إن ميس رحاب والبنات يوصلوا لهم. إيه؟ وخلت التعبان يمشي. وإنها خلت التعبان يمشي لما خبطت الحجرين في بعض، وإيه كمان؟ عملت إيه كمان؟ خلت الديب يمشي. عملت إيه عشان تخلي الديب يمشي بقى؟ شفت شفتوا بقى؟
كل الحاجات اللي عملتها حبيبة دي ازاي انقذتهم ليه؟ لانها بتعمل ايه؟ بتقرا كتب، بتقرا كتب، بتتفرج على افلام، وكمان بتتعلم العزف على الآلة الموسيقية بتاعتها اللي في الوقت المناسب قدرت انها تنقذها وتنقذ صديقتها أميرة. اصحابي دي كانت قصتنا ومغامرتنا النهارده، حبيبة وسر الحقيبة. اتمنى تكون عجبتكم، واشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ماما سماحة.